احنا معانا الاستاذه دينا ذو الفقار. برحب بحضرتك معانا يا استاذه دينا، اهلا بيك يا فندم. واحده من الاسماء، اهلا وسهلا، واحده من الاسماء المعروفه جدا في مجال الحقوق، عن حقوق الحيوان. اهلا بيك يا استاذه. دلوقتي عايز اسال سؤال. اتفضل. اي رساله؟ طب بس ممكن ترجعي ظهرك شويه عشان نبقى شايفين وشك كويس. ايوه كده، أوكي. كملي كلامك بقى، اتفضلي يا فندم. أي رسالة ثقافية موجودة في السيرك بنعلم الأولاد إيه أو الناس؟ الأسد ده يعني حيوان أليف زي القطة والكلب، هنطبطب عليه ونبوسه هنخليه يعدي في وسط نار ولا بتاع؟ يعني هي دي الرسالة؟ يعني مصر بتحضر لمؤتمر التغير المناخي آخر سنة 2022، والعالم كله بيتجه إلى الحفاظ على الحياة البرية والغابات والموائل الطبيعية والأنواع، ونقوم إحنا هنا مكملين بندي رسالة ثقافية غلط للأطفال وللناس وللأسرة المصرية. نمرة اتنين، مع تقديري واحترامي لعائلة الحلو وعائلة كوكا، وأنا أعرفهم كلهم من سنين وسنين وعاملين مؤتمرات عالمية كويس، وأنا نفسي دعوتهم لحضور المؤتمرات دي. كلنا متفقين إن لا تتوفر أبجديات احتياجات الحيوان داخل السيرك. يا فندم، احتياجات الحيوان ما هياش أكل وشرب وإن أنا أجيب دكتور مرة في الأسبوع، لا. احتياجات الحيوان من أول المكان، أوكي؟ هل ده مكان قفص حديد؟ الأرضية خشب ولا بتاع عشان يعرفوا ينظفوها؟ الحيوان همم أمثالكم، ما بيعيش حيوان منفرد. طيب أنا بس عايز أسأل حضرتك، أنا عايز أسأل حضرتك برضو كذا سؤال من الرأي التاني. يعني أولا إنه دي مش بدعة مصرية، في يعني صناعة السيرك والترفيه على مستوى العالم طول عمرها موجود فيها استخدام الحيوانات، وده متاح. فهل سؤال هل حضرتك معترضة على حالة الحيوان والرعاية اللي بتقدم له جوه السيرك، ولا معترضة على المبدأ من الأساس؟ بص يا فندم، حضرتك قلته مش بدعة يا فندم، زي حدائق الحيوان زمان. كويس، كان المفهوم العام فاص صغيرة نحط الحيوان الناس تتفرج. العالم اتغير واتغير المفهوم، بقت حدائق الحيوان مساحة كافية للحيوان، دورها التثقيف والإكثار مما هو مهدد مفهوم بالانقراض، وتوفير الاحتياجات الأساسية. السيرك زمان كانت الناس بتقبل عليه جدا وفي العالم كله، بعد كده العالم اكتشف انه قمة في القسوة وغلط، ولا تتوفر أي أبجديات فيه، ولا يتم فيه توصيل أي رسالة ثقافية. والعلم الأستاذة الذهب، يا فندم أنا كلامي مش كلام غير سليم، أكتر من 27 دولة في العالم، وحضرتك اللي تدخلي تعملي جوجل سيرش أو تدخلي على سيانان أو تدخلي على حاجة، ترى الدول المحترمة المثقفة ابتدت توقف تماماً فقرات السيرك التي تستخدم الحيوان، ويختفوا بالسيرك اللي بيقدم فقرات أكروبات وغيره. يعني أوروبا دلوقتي مثلاً ما فيهاش الموضوع ده؟ أنا سؤال أنا بسأله أنا بجد، يعني لمعلوماتي، فرصة نحرك معانا. يعني أوروبا مثلاً، سواء فرنسا، أسبانيا، إيطاليا، ما فيهاش دلوقتي الاستخدام الحيوانات في السيرك؟ يس، حاليا منع. والمثل اللي اديته استاذة ذهب، روسيا كل دولة فيها حاجات غلط. هل حضرتك شايفة انه ده ممكن يتعمل كناشطة وباحثة في الموضوع ده متخصصة فيه، هل من ممكن حضرتك تطالبي؟ لانه ما فيش حاجة ضد القانون، يعني انا ممكن الطرف التاني يقولك ايه، انا ما فيش حاجة ضد القانون. هل حضرتك مثلا ممكن تطالبي انه يبقى فيه قانون لعدم استخدام الحيوان في الاغراض الترفيهية؟ يا فندم أنا أطالب وزارة الثقافة، أوكي، بدورها، هي الوزارة الوحيدة اللي بتشجع فنون السيرك التي تقوم على استخدام بس الحيوان. ده سيرك قطاع خاص وفقاً لمعلوماتي. يا فندم دي واحدة، التصاريح بتاعتهم بياخدوها منين؟ معرفش، أنا بسأل والله. وزارة الثقافة اللي بتقابل المهن الفنية، دي مشكلة عندنا. يا فندم
وبعدين الأستاذة قالت بقى أحب أقول بقى قدام كل الناس وقناة حضرتك معروفة والرئيس بيتابع. ربنا يخليك. طيب هسمع أنا هسمع عليك وبعدين أرجع للأستاذة دهب. اتفضلي يا فندم كملي كلام. الأسد بياكل في اليوم 7 كيلو لحمة يا فندم وبيصوم يوم في الأسبوع أو يومين. الكاموفلاج اللي معمول إن كل حد بيروح يشتري له أسد ب10,000 جنيه علشان يبقى في الأسبوع حمار ونص ربع حمار يعني 7 كيلو لحمة. طيب أنا هسمع حضرتك يا أستاذة دهب. طيب حضرتك أنا بس عشان نسمع كويس وكل كل الآراء تتعرض يا أستاذة دينا. أنا سؤالي الأخير لحضرتك يا أستاذة دينا. الحتة الجاية هي اللي فيها المصيبة يا فندم. اتفضلي. الجلود الحمير بتتهرب من مصر للصين وتمن الجلدة الواحدة فوق 375 ودي تجارة غير شرعية. هو ده الغطاء. اما الحمير عندنا الناس لما بتلاقيها مرميه فحضرتك بتربطي ما بين حضرتك بتربطي ما بين الاثنين بس كل ده لغرض غير يعني ما حدش يقدر يربي اسد في البيت. دي كلها تربيه غير شرعيه غير موضوع السيرك. الاستاذه دهب بتعمل ايه بتسع اسود بتقول لك بياكل 100 كيلو اسمع 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 الاستاذه دهب. انا بشكرك يا استاذه دينا واللي حضرتك قلتيه ده مقدر ومحترم.